أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ بإذن الله المحاضرة الأولى في علم السلوكيات، وهياخد حوالي 10 محاضرات، وهنحاول تبقى مدة محاضرة يعني في حدود المعقول. لكن قبل ما بحب أبتدي في ان احنا نشرح الكورس، فانا بفضل ان انا اديكم فكره الاول عن علم السلوكيات اللي هندرسه، يعني فاستسمحكم في كده 10 دقائق ناخد فكره عن علم السلوكيات. اولا اهميه علم السلوكيات. علم السلوكيات هو اكثر العلوم اهميه في العالم. طب واحد يقول لي يعني ازاي ده، يعني انت بتقول هذا الكلام؟ انا هثبته دلوقتي ان تطور الجنس البشري مرهون بتطور علم السلوكيات. يعني progress of mankind قائم على تطور علم السلوكيات. ده اهم علم على الاطلاق، وهاعطيكم دليلين. دليل الاول دليل روحي وايماني، إن واحد من أهم مقاصد الأديان السماوية اللي بيسميها سائر البشر الإبراهيمية وحتى الأديان غير الإبراهيمية، تفتكر هو إيه؟ إيه أهم مقصد ليهم؟ هو تعديل سلوكيات البشر. واحد من أهم المقاصد سلوكيات. طيب الدليل الثاني، وهو اللي يعنينا بالأكثر، وهو الدليل العلمي، إن تطور كل العلوم الأخرى البشرية مقرون بتطور علم السلوكيات. واحد يقول لي طب ادينا امثله. اديك امثله في الهندسه مثلا. واحد يقول لي ايه دخل الهندسه بعلم السلوكيات؟ تعال نفكر مع بعض. علم السلوكيات ده حوالي 20 تخصص، كل واحد له علماءه. احد التخصصات دي اللي هي الانفايرومنتال سايكولوجيست، اللي هم علماء السلوكيات بتوع البيئه. انت النهاردة بتشوف شكل البيت العصري. كان زمان فاكر انا كان بيبقى فيه زي رودها كده ريسبشن، وفات عليه بقى الصالون والسفرة وأوضة النوم وكله. مفيش النظام ده دلوقتي. في حاجة اسمها open concept، ان تم فتح السفرة على الصالون على الفاميلي روم، كل ده في مكان واحد. وايفن عشان يوسعوها اكتر عملوا حاجة اسمها الامريكان كيتشن، يعني حتى المطبخ مفتوح على المساحة دي. الغرض ايه؟ ان احنا تبقى المساحة اللي قصادنا واسعة، ما نحسش ان احنا قاعدين في مكان ضيق. لان زي ما هناخد في الاجريشن، في محاضرة الاجريشن، ان لقوا ان الاماكن الضيقة دي بتزود العنف للضعف. فاللي عمل التصميم ده بتاع الاوبن كونسبت ليس هو بالمهندسين، وإنما بعلماء سلوكيات البيئة. ده مش كده وبس، ده حتى دلوقتي بتبص تلاقي إن البنايات هنا عندنا في نورث أمريكا كلها الواجهات إزاز، عشان حتى وإنت قاعد في الريسبشن مفيش حاجة تعوق بصرك، يبقى شايف لأبعد مدى ممكن. ده بيقلل الأجريشن. إيفن الانترنال الديكوريشن بتوع الديكورات قال لك اقل عدد من العفش، ان الزحام اللي لو احنا عارف ان عندنا في بلادنا بيحبوا قوي ما يسيبوش حته فاضيه، لازم كل حته يشوفوا لها حاجه يحطوها فيها. الزحام ده بيزود الاجريشن. حتى ما تيجي تبيع بيتك او شقتك هنا، يجي خلاص هم مدرسين، حتى ريل استيت ايجنتس اللي هم بيبيعوا لك الشقه يقول لك ما ينفعش الكلام ده، سيبنا احنا نفرشها بطريقتنا، شيل عفشك واحنا نحط عفش بسيط، لان ده بيريح نفسية المشتري فيبقى بيعها اسهل. تصور. ده مش كده وبس، دلوقتي الناس اللي هي ذات الاحتياجات الخاصة، اللي هو التعبير اللي اتفق عليه حتى في علم السلوكيات، ما نقولش الناس اللي عن ذو الاعاقة او متحدي الاعاقة، لا، ذو الاحتياجات الخاصة. اللي من ضمنهم مين؟ واحد فقد البصر، واحد فقد السمع. تصور ان في كل حافلات ومركبات المواصلات في تورونتو هنا
سواء كانت المترو بتاع الصابوي او الترماي، عندنا كل حاجه، او الاتوبيسات، لازم كل حافله منهم يبقى فيها سكرين يتكتب عليه اسم المحطه اللي جايه، عشان خاطر الشخص اللي هو اللي ما بيسمعش يشوف اسم المحطه. طب ومش كده وبس، وشخص فاقد البصر لازم يتقال في السبيكر اسم المحطه، ويتقال مرتين على فكره، ويبان مرتين على السكرين، مره قبلها بمده كافيه دقيقه او دقيقتين، ومره ساعه الوصول. ليه؟ عشان ما يضطرش الشخص اللي هو ذو الاحتياجات الخاصه انه يتعاون مع الاخرين، يقدر يحس بكيانه انه قادر لوحده يتصرف، مش شايف سامع. طب ما بيسمعش شايف على السكرين. ده في الهندسه. طب واحد يقول لي طب كلمنا عن الطب. لا ده الطب الكلام كتير قوي، ده اللي هنتكلم عليه. تصور اقول لكم حاجات لطيفه قوي، والكلام ده على فكره انا قلته في كل ندوه دعيت ليها لاتكلم في احد مواضيع علوم السلوكيات. ان احنا عندنا الخريطه الجينيه، تقريبا خلصنا من الخريطه الجينيه بتاعت الانسان، وكان ممكن نعلنها، يعني نقول لك الخريطه الجينيه بتاعتك هي كذا، وتقول ان حضرتك في الاغلب هيجي لك الامراض الاتيه تقريبا في السن او العمر الاتي. تم استبعاد اعلان الخريطه الجينيه للبشر. ليه؟ تعال نفكر. تخيل لو اعلنت كل واحد عرف بالتقريب هيجي له ايه في سن كام تقريبا، محدش هيتجوز. كل واحد هيروح يتجوز واحده يقول لها وريني الخريطه الجينيه بتاعتك، وهي تقول له وريني الخريطه الجينيه بتاعتك. طب ده مش كده وبس، انا صاحب عمل هعين موظفين عندي، فاجي اقول له انا لو موظف عندي وعي المصلحه او المؤسسه مكلفه بعلاجه، فاقول له وريني الخريطه الجينيه، يبقى هيبقى في تمييز. اللي هو اكثر يعني صحه عينه، اللي هيجي له مرض مش عينه. فعشان كده علماء السلوكيات اوقفوا اعلان الخريطه الجينيه في الانسان. الاستنساخ، انت فاكر ان احنا ما نقدرش نستنسخ انسان؟ نقدر بسهوله شديده جدا، عندنا المعلومات كافيه. واقول لك دليل، اللي هو دالي، اللي هي الغنمه اللي استنسخوها، ممكن استنسخ انسان. مين اللي مانع الكلام ده؟ علماء السلوكيات. ليه؟ لان انت هتستنسخ انسان، مين ابوه؟ مين امه؟ مين عائلته؟ علاقته ايه بيك؟ ده واحد صوره طبق الاصل منك. واتس ان ايثيكال ان احنا نعمل واحد عشان نستخدمه لك يعني كمورد للاعضاء البشريه. فاوقفوا الاستنساخ تماما. طيب مش كده وبس، هناخد في جزء من السلوكيات دلوقتي. العالم كله، هنا عندنا فاترلو في جامعه عملت حاجة في معمول بيها في معظم الجامعات دلوقتي، أما طالب الطب يدخل يمتحن، لو اتكلم فقط على المرض العضوي فأنت مش هتنجح. لازم في كل مرض عضوي تتكلم على تأثيره على السيكولوجي بتاع المريض. يعني كأنك أنت المريض يعاني من مرضين، المرض العضوي اللي حضرتك بتتدرسه، وما تأثير هذا المرض العضوي على السيكولوجي بتاعت الإنسان. لأن في الأمراض المزمنة بتؤدي إلى اكتئاب، في الأمراض المستعصية على الشفاء واللي بتؤدي إلى الوفاة، لازم تبقى عارف الستيجز الخمسة اللي بيمر فيها هذا الشخص. إن الأول بيجيله لما تقول لواحد إن أنت عندك كانسر مثلا وميؤوس من شفائه، بيمر في أول مرحلة دينايل، يقول لك مش أنا، عيدوا التحليل تاني. ثم تاني مرحلة، مرحلة الغضب، واي مي، اشمعنى أنا، مفيش غير أنا اللي يجي لي المرض ده. ثم ثالث مرحلة البارجمنت، اللي هو الفصال، يقول لك طب يا دكتور يعني المرض ما فيش فيه، اعمل ما في وسعك عشان تطول في عمري ما امكن، عشان بس ارتب اموري، الارث للولاد، عندي بنت عاوز اجوزها. ثم رابع مرحلة ديبريشن، الشخص يجيله اكتئاب. ثم خامس مرحلة ولا يصلها الا عدد محدود من المرضى، اللي هي الاكسبتنس، القبول، ان انا اديت دوري في الحياة والموت علينا حق، فخلاص هتقبله، ودي مش حاجه سهله. فلازم نبقى عارفين الخمس مراحل دي في الحاجات دي. طب تاني حاجه، حقوق المريض في قبول العلاج. انت ما بتعملش مصلحه المريض الا بموافقته. طبعا تسعى ما امكن، كل ده هندرسه في الميديكال ايثكس، وازاي تقنع العيان ان ده مصلحته. انما في الاخر الاوتونومي هنقولها في السلوكيات،
يعني استقلالية قرار المريض ده كورنر ستون، هي حجر الأساس في مجاولة من الطب. لا يمكن أن تجبر مريض على علاج حتى لو كان هو الأصح، تدي له الاختيارات ومن حقه يختار أيهم أو ما يختار، مش هيتعالج خالص، حق المريض. الكونفيدنشاليتي اللي هي الحفاظ على سرية وخصوصية المرض إيفن بعد وفاة المريض، مش من حقك تقول المرض بتاع المريض حتى لأهله أو أقاربه إلا بموافقته. ما ينفعش أنك أنت تفشي السر بتاعه، لكن برضو القانون بيحدد لك إمتى لازم تفشي. لو إن المرض بيأثر على المجتمع هيؤدي إلى وباء، واحد مثلا عنده كوليرا، يبقى هنا لازم تبلغ السلطات المعنية. هنا الإفشاء لا جريمة لو عملت كده، لو أسف إنك تحتفظ بيه لابد أن تقول لوزارة الصحة والهيئات المعنية. برضو أقول لك حاجة، أنت جالك طفل مصاب أو شخص مصاب وأنت شاكك إن ده حادثة، ده تعذيب، لابد أن تفشي، يبقى هنا مفيش كونفيدنشاليتي. كل ده هندرسه. فمين اللي بيتحكم في هذا الكلام؟ ما هو إلا علم السلوكيات، تبقى عارف هذا الكلام. إيفن تعالى أديكم مثال آخر في المحاماة. واحد يقول لي مالها المحاماة ومال علم السلوكيات؟ أقول لك حاجة، المحامين هنا دارسين كويس قوي سلوكيات. في عندنا هنا نظام المحلفين، يعني اللي بيقول مذنب أو بريء ده مش القاضي، ده مجموعة المحلفين، القاضي بس يطبق القانون. طيب فالمتهم بيتكلم مع المحلفين، في حاجة اسمها سوت كود، يعني دارسين سايكولوجي، ألوان البدلة اللي هيلبسها الشخص اللي هو مذنب المتهم أو يعني اللي في حالة اتهام، بنقيله ألوان فاتحة لأن دي مرتبطة في العقل اللاواعي في البشر بالملائكة، إنما لما يلبس لون أسود من فوق لتحت ده مرتبط بالشياطين، فيقول له السوت كود لازم تلبس ألوان فاتحة خالص. نمرة اتنين في المحلفين، في واحد هو الأكثر تأثيرا، فهو يسأل الحاجب بتاع المحكمة، لما المحلفون دول بيدخلوا في الأوضة بتاعتهم بيقعدوا على الترابيزة، مين بيقعد؟ انت عارف في كرسي كده على رأس المائدة وفي مجموعة كراسي على الجنبين، مين بياخد الكرسي ده اوتوماتيكالي؟ وجد في السيكولوجي ان الشخص اللي بياخد الكرسي على رأس المائدة هو الأهم، هو الأكثر تأثيرا. فالحاجب بيقول للمحامي الشخص ده هو اللي بياخد الكرسي ده، فيقول المحامي بدوره للمتهم بتاعه، وانت بتكلم المحلفين واقف قصادهم ركز بص في عيون الراجل ده وكلمه، هو ده اللي بيملك القرار، هو ده اللي يقدر يأثر على الآخرين. وإيفن في البوليس، في رجال الشرطة، إن في حالات قتل الزوجات، ثلث حالات قتل الزوجات، الثلث الزوج هو الفاعل، هو الجاني، عشان كده مش الزوج ده اخر واحد يدور عليه، لما تقتل زوجة معلمين البوليس رجال الشرطة ان اول واحد يتم القبض عليه هو الزوج، هو المتهم الاول في هذه الحكاية. احنا هناخد في السيكولوجي حاجات جميلة جدا، حاجة في السلوكيات عندنا حوالي 20 فرع، من ضمنهم هناخد فروع كثيرة منها، لان احنا هناخد جنرال سيكولوجي اللي هو السوشيال سيكولوجي او الديفلوبمنتال سيكولوجي. واحد يقول لي هو ايه الفرق بين سوشيال وديفلوبمنت؟ اقول لك الفرق، تأثير هذا الحدث على تصرفك الراهن، يعني الحدث ده هيخليك تتصرف ازاي، ده سوشيال سيكولوجي، ومهم جدا في علماء السلوكيات درسوها، انه الناس لما تبقى موجودة في الاستاد في عشرات الالاف من الناس، المسؤولية مش هتقع مباشرة عليا لو قام أي كياس، لو أي يعني تهريج وقتل حصل. لما فاكر في القصة اللي فيها المشجعين الإنجليز، مشجعون الإنجليز قتلوا الإيطاليين، قتلوا الإيطاليين، هم الإنجليز قتلوا الإيطاليين، فعشان كده بتلاقي لهم أي تجمعات يبقى ما فيش خصوصية، كل واحد حاسس بتوزيع الجريمة لو حصل أي مأساة، وحصل عندنا هذه المأساة في بورسعيد، وبتحصل في بلاد كتيرة قوي، فعشان كده لازم في عدد ضخم من رجال الأمن. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ إن تأثير الوضع على تصرفي الحالي ده يسموه سوشيال سيكولوجي،
بيقوم به رجال السلوكيات، علماء السلوكيات. أما تأثير الأحداث عليك في المستقبل فهذا developmental psychology، وده مهم جدا. وعاوز تبقى حتى الطبيبات والأشخاص العاديون اللي بيتابعوني يبقى ركزوا فيها. نحن كيرفت يعني وإحنا نشكل أبنائنا بروشتة، بنعمل we carved our kids، carved يعني بننحتهم زي ما احنا عاوزين، بتجارب موثقة، مش بكلام أي كلام، هنبقى نقولها تجارب وأخذ فيها جائزة نوبل في أكثر من واحدة. إزاي بنشكل أطفال؟ التعزيز الإيجابي للتصرفات السليمة والتعزيز السلبي للتصرفات السيئة، وكلها التجارب. نحن نشكل، نحن ننحت أطفالنا في روشتة، لو مشيت عليها النتيجة يا إما طفل صالح يا إما طفل طالح، فيما عدا طبعا لو في مرض متأصل، لو في جينز مش مظبوطة في الطفل. إنها في الأحوال الطبيعية نحن نشكل أطفالنا، إحنا اللي بننحتهم، بنطلع شخصياتهم. ده اسمه developmental psychology، هناخده في كل المراحل، في الرضاعة infancy، childhood الطفولة، المراهقة، في البلوغ، وفي الأولد إيج في مشاكل بيحلها علماء السلوكيات. الحقيقة دي كانت مقدمة لابد منها قبل ما ندرس، وهقولها مرة أخرى، إن علم السلوكيات هو الأكثر أهمية في عالمنا هذا. The progress of mankind، تطور الجنس البشري، depends on psychology، بيعتمد على علم السلوكيات. واللي هو قلنا حوالي 20 فرع في علم السلوكيات، من ضمنهم زي ما قلنا السوشيال والانفيرومنتال والديفلوبمنتال، حوالي 20 فرع. في كريمينال سايكولوجي في 20 فرع، كل واحد ليه تخصصه. احنا في دراستنا كطلب الطب، وعلى فكرة احنا هذه الدراسة قد فرضت على العالم كله، يعني ما ينفعش تيجي حضرتك تعمل معادلة أمريكية أو كندية أو أسترالية وتقول لهم أنا كنت في جامعة لا تدرس السلوكيات وإيه؟ والميديكال إيثكس اللي هي قوانين وأخلاق المهنة، وده اللي هندرسه. عشان كده عندنا الدراسة جزئين، هندرس السلوكيات والميديكال إيثكس اللي هي جزء من السلوكيات اللي هي سلوكيات المهنة بتاعتنا. فالكورس بينقسم إلى قسمين، وحقوق المريض وحقوق الطبيب والعلاقة ما بينهم. ما ينفعش تتقدم لشهادة معادلة من غير جامعة بتدرس السلوكيات ضمنا منها الميديكال إيثكس. فده كانت مقدمة لابد منها قبل ما ندخل. أنا عارف إن أطلت فيه عليكم شوية، لكن عشان تحب المادة هتدرسها، ما تفتكرش إنها مادة تكميلية عبارة عن حاجة بنتسلى فيها، ده هي في صميم عمل الطبيب. وزي ما بقول نحن لا نهتم الآن في العالم كله بالمرض العضوي، وإنما equal important، وإلا عمرك ما تنجح هنا. وقلت الكلام ده اتعمل بأول جامعة عملته هنا اسمها ووترلو في جنبنا، وفرضته على العالم كله، إن كل مرة بتمتحن الممتحن بينظر أنت بتتكلم إيه على المرض العضوي، وبتتكلم إيه equal important على تأثير هذا المرض العضوي على السيكولوجي بتاع المريض. لو كان مرض مثلا بيعمل disfigurement تشوه 100% هيضايق الستات اكتر، مرض بيعمل disability اعاقة هيضايق الرجالة اكتر. وقلنا الامراض المزمنة بتؤدي الى اكتئاب، وقلنا المراحل الخمسة اللي بيمر فيها المريض اللي بيواجه مرض لا شفاء منه وبيتجه بيه ناحية الوفاة. هندرس كل هذا الكلام واوعدكم هتبقى دراسة ممتعة. لكن طبعا في اول محاضرة او اتنين ما بندخلش على طول في صميم الأمر، بتبدو شوية حاجات غريبة، إنها بعد كده بندخل في التفكير والذكاء والثينكينج وأنواع والإنتليجنس قلنا والثينكينج، وبنتكلم على أنواع الشخصيات اللي هناخدها البرسوناليتي، واللي بناخد الحيل الدفاعية النفسية اللي بيعملها الإنسان. مواضيع رائعة لما ندرسها، وكلها زي ما بقول ليست من علم الإنشاء،
موثقة بتجارب علمية، وحتى قلت بعضها في الجهاز العصبي المركزي اللي هو كيف يعمل الفص الأيمن وكيف يعمل الفص الأيسر في المخ، كل واحد له وظيفة، اللي هو سبيري خد فيها جائزة نوبل كلمنا عليها. فنبتدئ بإذن الله المحاضرة الأولى، وهي تبقى قصيرة نسبيا عشان حطيت المقدمة دي، يعني فهنخلي أول محاضرة قصيرة شوية وبعد كده هنبتدي بقى في المواضيع. فهنبتدي أول، احنا الأول في حاجة عندنا اسمها جنرال سيكولوجي، هناخد موضوع اسمه البرسبشن. البرسبشن اللي هو الإدراك، يعني انك انت تدرك ما تحس، يبقى اذا الإدراك مرتبط بالحس، تمام؟ الحس هتلاقي مقدمات بيكتبوها في كتب السيكولوجي لا قيمة لها، لان خدناها في السنترال نيرفس سيستم، انه لازم تبقى عندك فكرة شوية عن الإحساس. فإحنا عارفين الإحساسات المختلفة عشان نحسها الأول بتمر بخمس مراحل. ما تحفظ الكلام ده ملوش أي قيمة، لأن ده مش سيكولوجي، ده فيسيولوجي. إن الأول في أول مرحلة الريسبتور بيتلقى المؤثر وبيحول طاقة المؤثر إلى كهرباء، بنسميها الريسبتور بوتنشال، دي فيز 1. طب فيز 2 ان الريسبتور يجنريت يولد اكشن بوتنشلز، ده ستيج 2. ستيج 3 انه في ال باث واي، ان ننقل الاكشن بوتنشلز ده نوديه لحد المخ، يعني ارسالها الى المراكز اللي هو سنسوري باث واي. ثم بعد كده المرحله الرابعه تحليل مبدئي للاحساس، فين؟ في الثالاموس اللي هي السبكورتيكال ريجن عموما، واهمهم الثالاموس، حتى دلوقتي قلنا انها ابقت الاحساسات الكرود الغير دقيقه. ثم التحليل النهائي الدقيق بيتم في القشره المخيه، حتى لقينا يوجد نوعان من السنترز، في برايمري سنترز وفي سكندري سنترز، خدناها حتى في الفيجن، قلنا ان ترى انك تشوف الشيء ده بالبرايمري فيجوال كورتكس، خلاص اريا 17، انما انك تفهم ما ترى، النيتشر اوف وات يو سي، مكانها فين، ده تحليل اعمق بيبقى بالسكند فيجوال اريا، خلاص اريا 18 و19. يبقى خمس مراحل، يبقى ريسبتور هيحول الستيمولس الى كهرباء، ريسبتور بوتنشال يولد اكشن بوتنشال نمره 2، يبعت عن طريق باث واي نمره 3، وبعدين تحليل مبدئي في السب كورتيكال ريجون اللي هو الثالاموس، وبعدين تحليل نهائي هيبقى في الكورتيكال ريجون. انا مش عاوزكم يعني تضيعوا وقت في الكلام ده. نبتدي بقى اول موضوع عندنا حقيقه في السيكولوجي، وهو البرسبشن. بس هنظبط كده شوية بعد إذنكم. طيب نيجي البرسبشن، هنتكلم في البرسبشن ومعناها الإدراك. الأول عاوز أقول نقطة مهمة، إحنا عندنا موضوعين، يوجد موضوعان بيتداخل، في برسبشن ومعناها الإدراك، انما في موضوع تاني هنجيله في المحاضره القادمه اسمه اتنشن ومعناها الانتباه. سؤال ام اس كيو، ايه الفرق بين الادراك والانتباه، البرسبشن والاتنشن؟ انا كل حاجه هقولها انجلش وهقولها كمان بلغتنا العربيه عشان في جامعات بتدرس السلوكيات بالعربي. البرسبشن الادراك هو الادراك without concentration، تدرك الشيء من غير ما تركز فيه، خلاص؟ انما لو ركزت في الشيء اللي انت بتشوفه او بتسمعه ده يسموه اتنشن. يبقى الفرق بين الادراك والانتباه ان في الادراك ما بنركز without concentration، دي النقطه في الام اس كيو، انما في الاتنشن with concentration. طيب هنتكلم على البرسبشن في خمسه نقاط. بالنسبة للنظري الأسئلة محدودة جدا في السيكولوجي، وأقولهلكم واحد تلو الآخر بإذن الله.
فاحنا اول اربع نقط ما بيجوش نظري. ايه هو يعني ايه perception؟ يعني ايه ادراك؟ الادراك هو البروسيس، هو العمليه اللي عن طريقها يتحول الاحساسات السنسيشنز الى مينينج، الى معنى. يعني الاحساس يبقى interpreted to give meaning. واحد يقول لي طب اديني امثله. يعني حضرتك شايف كل حرف، لكن مجموع الحروف دي اللي بتاعت الكلمه دي معناها sensations، وفي ذهنك تعني الاحساسات. يبقى انت مدرك الليترز، حاسسها، انما انك تعرف معناها المفيد هو ده البرسبشن. يبقى انك انت بتانتربريت الاحساسات اللي خدتها لتعطي معنى. يعني زي ما قلت الحروف انت شايف كل حرف على حدة، لكن بتدرك ان مجموع هذه الحروف يعطي كلمة وهو ده معناها. دي اول نقطة. تاني نقطة في الام اس كيو ان البرسبشن ده اوتوماتيك، لان قلنا ان هو without concentration، انت مش مركز. لان لو ركزت هيبقى ده انتباه. النقطة الثالثة ان البرسبشن الادراك بيتميز بحاجة اسمها بارادوكس، يعني التناقض. بمعنى ان عملية الادراك نفسها ايزي، انك اول ما بتبص ده بتقرا على طول definition automatic paradox. انما انك يعني سبحان الله ان برغم ان الادراك يبدو بسيط جدا، انما اللي قام به البرسبتشوال سيستم از فيري فيري كومبليكيتد، معقد جدا، وهنشوف امراض فيه تؤدي الى ان تاخد الاحساس بس مش فاهم المعنى بتاعه. فالعمليه فيها بارادوكس، اي فيها تناقض بين بساطه الاحساس وتعقيد الجهاز الحسي. النقطة الرابعة what we perceive، احنا بنستقبل ايه؟ بنستقبل سيمبولز او سيجنالز. ودي تصلح سؤال الام اس كيو. سيمبولز زي الاكزامبل اللي هو البيرسون نيم. يعني بقول لك مثلا محمد صلاح، خلاص يبقى ده خلاص انت فهمت انا بتكلم على مين؟ على اهم لاعب عربي ما بنمتلكه وبنحييه وبنشجعه كلنا، محمد صلاح. فهمت؟ يبقى ده يبقى كلمه محمد صلاح از سيمبوليك، اول ما بقولها بتعني في ذهنك بتفهم شخص معين بمواصفات معينه. امال سيجنال يعني اشارات، زي ما اقول السموك في دخان، يبقى ده سيجنال اشاره لايه؟ اشاره الى ان في حريق. يبقى وي بيرسيف سيمبولز اند سيجنالز. طيب في كم حاجه احنا وي بيرسيف؟ يعني يمكن تلخيصها، وده كلام على فكره مش قيمه قوي، الى 10 حاجات هقسمهم 2 2 3 3 حلوه كطريقتنا عشان تبقى سهله. احنا وي بيرسيف سين اوبجكتس، يعني الحاجات اللي بنراها، والساوندز اللي بنسمعها، ومش بس كده، والريليشن بتوين ذم. يعني تقدر تقول ان اللي انت شايفه ده يمين او شمال، ده اقرب او ابعد. ونفس الوقت الكلام الساوندز الاصوات دي جايه من اليمين، جايه من الشمال، اند سو اون. يبقى ده اول اتنين، ما نرى وما نسمع. نيجي الديستانس والتايم، الازمنه والمسافات، وبيرسيفت. وصلنا اربعه، يبقى اتنين واتنين. اللي بعدهم هناخد ثلاثة، اللي هما الايدياز الافكار والكونكلوجنز اللي هي الاستنتاجات، والكونسبتس اللي هي الرؤى. انا بترجم اهو كل حاجة للناس اللي عليها بالعربي. ودي هي ادوات التفكير، الثينكينج. يعني التفكير بيعتمد على الفكرة والاستنتاج والكونسبتس اللي هي الرؤى. ادي ثلاثة هم. اخر ثلاثة بقى، we perceive، بنتلقى البادي ايمج
يعني صورة جسمنا، كل واحد راسم لجسمه صورة، حاسس هل هو وزنه معتدل، هل هو رفيع، هل هو تخين، هل هو لما بيجي يمشي ما بين في حتة معينة هل الحتة دي هتفوته ولا مش هتفوته، من غير ما ينظر إلى أكتافيه ويشوف المسافة بينهم. كل واحد حاسس بصورة جسمه. We perceive our psyche، نفسيتنا، أنا عارف إذا كنت مبسوط، إذا كنت متضايق، إذا كنت مترقب، and so on. And we perceive our body functions، وظائف الجسم، إن عندنا desire مثلا to micturate، الواحد حاسس برغبة في التبول، desire to drink، إنه حاسس بالعطش، desire to eat، إنه حاسس بالجوع. يبقى دي الحاجات اللي we perceive. يبقى we perceive، قلنا إيه الفرق بين symbols والsignals، وبعدين وبرسيب 10 حاجات، قلنا المرئيات نقولها في عجالة، والأصوات أدي 2، الأزمنة والمسافات أدي 2، وصلنا 4، وبعدين 3 و3 ideas conclusion and concepts، وبعدين our body images body image our psych our body functions. طيب نيجي بقى للمهم، أول سؤال نظري مهم اللي هو factors affecting perception. وانا عاوز اقول حاجه برضو، زي ما بقول المحاضره دي محاضره يعني introductory كمقدمه السايكولوجي، لانه الكلام فيه ما هوش يعني زي الكلام المعتاد في الكيمستري والفيسيولوجي والاناتومي، الكلام يعني فيه حس شويه وهتلاقيه بيتداخل. فيجي ازاي؟ هعلمك الطريقه المثلى في المذاكره للسايكولوجي، اللي هو الورق اللي انا عامله قصادك، وباذن الله هنحطه على البي دي اف ونعرضه لكم، انك تعرف العناوين الاساسيه. بعد كده الامثله انا هقول مثال لكل حاجه، انما انت وانت بتسمعني هتحس ان هناك اكثر مثال. ما حدش قال انك لازم تلتزم بالامثله اللي انا هقولها، لكن لابد ان تلتزم بالعناوين اللي انا هقولها، دي اول نقطه. تاني حاجه، هتلاقي العناوين فيها تداخل، يعني في العوامل التي تؤثر في الادراك هنقسمها، يا عوامل في المدرك اللي هو الفيجر الشكل، يا اما في الشخص اللي بيدرك بيرسون، يا فيجرال يا بيرسون. صور لما نيجي باذن الله المحاضره القادمه في فاكتورز افكتنج اتنشن اللي هو الانتباه بقى مش الادراك، اللي عاوز تركيز، هنلاقي برضو في عوامل يعني تعتمد على المنتبه إليه وعلى اللي بينتبه البيرسون، يعني نفس العنوانين بس السبتايتلز مختلفة. فأنا عاوز الآتي يا أولاد، إن لازم حتى أيا كان كتابك، إذا كنت حتى الورق ده يعني مبسوط منه هتقرأ منه، عاوز تعمل ورق بيورسيلف، أديك فهمت الفكرة، حط العناوين بس without أمثلة examples without details، والديتيلز دي هتيجي في دماغك انت، اكتبها دي سهله، هيحاسبوك اساسا على العناوين، هيعدوا 10 عناوين ب 10 نمر، ناقص واحده هتنقص نمر، الامثله دي حاجه زياده. طبعا لازم نكتب امثله بس الاساس تحط الهيكله بتاعت الموضوع. مش هقول الكلام ده مره اخرى، ادي طريق مذاكره السايكولوجي، انك انت تكتب العناوين وتحفظها تعيدها مرارا وتكرارا، واديك فرصه خلي السايكولوجي ده اللي هي حدوتة ما قبل النوم، يعني عشان ما ياخدش وقت من المواد الأساسية بتاعتك، كل يوم المحاضرة كده في ربع ساعة خد العناوين بتاعتها بالليل قبل ما تنام كده، بص فيهم ومر واثنين وثلاثة، لأن الكلام في السايكولوجي بيحصل فيه تداخل شوية. فنبتدي بالفيجرال، فيجر جراوند أورجانيزيشن، خلاص؟ الفيجر جراوند أورجانيزيشن، يعني إيه فيجر جراوند أورجانيزيشن؟ يعني الشيء الرئيسي والخلفية، في كل صورة شيء رئيسي وفي خلفية اللي هي الباك جراوند، يعني زي مثلا ناخد في الكومبلكس سنسز، زي في النويزز، في الضوضاء مثلا. انت دلوقتي حضرتك، انا ما اعرفش انت في البيت في حد فاتح التي في، في حد بيتكلم بره، بس انت كلك اذان صاغية لما اقول، يبقى اللي انا بقوله بالنسبة لك ده الفيجر. الاصوات الاخرى اللي موجودة في الشارع او في الشقه عندك دي تبقى الباك جراوند. يبقى في تملي فيجر، حاجه بنركز عليها، وفي خلفيات لا نركز عليها.
طب نيجي بقى ريفيرسبل ايمج الترنيشن، يعني يعني ممكن يحصل تبادل ما بين الفيجر وما بين الجراوند، يعني ال الفيجر يبقى باك جراوند والباك جراوند يبقى فيجر. واحد قال لي اديني امثله، هنا الامثله لطيفه جدا. بص للرسمه دي من فضلك، لو انت اعتبرت الابيض هو ده الفيجر يبقى ده شكل فاز، فازه اهي، ويبقى اللون الاسود ده الباك جراوند. لكن ممكن تبص على اللون الاسود على انه هو الفيجر، يبقى تو بلاك بيرسونز، شخصين هم لونهم اسود بيبصوا لبعض، ويبقى اللون الابيض ده هو الباك جراوند. يبقى مره الاسود كان هو الفيجر والابيض باك جراوند، ومره الابيض هو الفيجر والاسود باك جراوند. طب بص الرسمه الثانيه بس عاوز تركز فيها، على فكره انا وريتها لبعض الناس ما فهموهاش في البدايه. ده دلوقتي خد بالك ده منظر كيوب مكعب اهو، بس طبعا مش راسم مكعب، هو الخطوط البيضه دي بتصنع، هو يعني انتربتد ما هوش كامل. يبقى هنا disconnected lines عاملة كيوب، ممكن تبقى هي دي الفيجر، انت حاسس ان ده الفيجر والبيج اللي هو الصفحة اللي انا رسم عليها هي دي الباك جراوند، وممكن تتصور بالعكس ان الصفحة هي الفيجر والمكعب ده موجود في الباك جراوند. يعني معنى اخر الكيوب ده ممكن تتصور الموجود on page على الصفحة وهو الفيجر، او behind the page ويبقى في الحاله دي هو الباك جراوند. يبقى دي اول نقطه في الفيجرال فاكتورز اللي هو العلاقه بين الفيجر والجراوند، بين الشكل الرئيسي والخلفيه. طيب تاني حاجه نيجي الجروبينج. خلاص الجروبينج ان بيقول لك ان احنا we tend to group elements automatically، يعني بنسعى لرؤية الأشياء مجتمعة وليست فرادة، أن نرى الكل وليس كل تفصيل على حدة. مين اللي حط النظرية دي؟ راجل اسمه جيستال، وده راجل أعتقد ألماني، في الأغلب هو ألماني، وكان أعتقد في سنة 1920 حاجة اسمها الهول فيجر، وعمل حاجة اسمها جيستال لوز أو البرنسبل أوف جيستال لوز، يعني قواعد جيستال. إن هو وهتشوف دلوقتي ان احنا نسعى لرؤية الاشياء مجتمعة. فعندنا هنا 8 امثلة، هو طبعا جيستال نفسه كان قال في الاول 5 بس دلوقتي بقوا 8. اول حاجة البروكسيميتي، ومعناها للناس اللي عاوزة باللغة العربية، وبقى انت اكتب حتى الناس اللي هي بتدرس بالانجليش يبقى ترجم ده العربية، لان ده المذر تانج بتاعتنا، بيبقى الادراك اسهل. بروكسيميتي معناها تقارب، خلاص يعني حاجات قريبة من بعض، ده معنى البروكسيميتي. بص الرسمة دي عندك كام دايرة؟ حقيقة الأمر هم 24 دايرة. إنما أنت شايفهم إزاي؟ خد بالك بدون تركيز، واحد يقول لي أنا شايفهم عبارة عن صفين صفين صفين. ليه بقى شفتهم بالصورة دي؟ لأن الدوائر أقرب رأسيا لبعض منها أفقيا، يعني في هنا، فعشان كده انت خدتهم بوضع رأسي، ما خدتهمش ان هم، ما قلتليش ان انا شايف اربع صفوف افقية، لا قلتلي شايف تلات مجموعات من الاعمدة رأسية. يبقى اللي حكم هنا ادراكك للصورة دي هو مين؟ التقارب، البروكسيميتي، انك انت بتشوف الحاجات القريبة مع بعض. طيب نيجي تاني حاجة السيميلاريتي، ومعناها التشابه، نفسه 24 دايرة صغيرة اهو، هتقولي شايفهم ازاي؟ واحد يقولي شايف صفين لونهم ابيض وصفين لونهم احمر منغلقين، دوائر بيضة ودوائر حمراء. ليه؟ انت بتشوف المتشابه مع بعض. والامثلة في الحياة كثيرة جدا على فكرة. حضرتك ماشي في الشارع، نازل مجموعة من مثلا القوات البحرية نازلين اجازة، او مجموعة من امناء الشرطة، او مجموعة من رجال الجيش، او مدرسة حتى ماشية في الشارع او في الحديقة بتاعت الحيوان، ولابسين كلهم زي واحد، ما في ناس كتير، الاف الناس في الحديقة، لكن مين اللي هياخد انتباهك؟ الناس اللي لابسين زي متشابه، سيميلاريتي، بتوع المدرسة او بتوع الزي العسكري. يبقى ده السيميلاريتي. يعني امثلة كثيرة، انا بقول مثال انما انت عندك امثلة كثيرة.
نيجي الكلوجر ومعناها الإغلاق. إن إحنا مهم جدا إن إحنا نغلق الأشياء، نحب جدا نشوفها مغلقة. يعني أديك مثال، تقولي أنت شايف إيه؟ تقولي دايرة، معنى دي مش دايرة، إنها مش منغلقة، دي متقطعة. شايف إيه؟ تقولي مربع. وهذا الإغلاق مهم في البصر، واسمع اللي بعدها، والسمع. يعني تصور لو أنا بتكلم أو التلفزيون هو بيشتغل فجأة، كان الكهرباء هتروح ورجعت تاني، فضاع جزء في الكلمة، بتحس إنك سمعت الكلمة كاملة، بتغلقها. يعني الكلوجر ده مهم جدا جدا جدا، وبدونه ممكن تحصل كارثة. حتى كانوا يدوا مثال كده لطيف أحب أقوله لكم، إن راجل كاتب على الرملة تحت تاه في الصحراء كاتب كالآتي، يعني كاتب كده. طبعا اللي فوق شافها هيلب، لكن لو 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 ما لو ما اغلقش الحروف اللي هو حاططها او تصور انها حروف مغلقه بالشكل ده، ممكن يفتكر الراجل ده بيهزر كاتب اي حاجه. لا، هو كاتب هيلب. يبقى بنسعى الى الاغلاق، ده الكلوجر. طيب نيجي نمره 4، الجود كونتينيويشن. بنحب نشوف، بناخد اللي هو الاستمرار الجيد. يعني بقول لك انت شايف ايه الرسمه اللي باللون الاحمر دي؟ ما بتقوليش خط مستقيم وخط منحني، وهنا خط مستقيم وخط منحني. لا، انت بتشوفها خط مستقيم متصل متقاطع مع خط منحني. طب ما اقول لك انت شايف ايه، ما تقوليش ده شكل معقد انا مش عارف انا شايف ايه. لا، انت بتاخد كل شكل جيد على حده، مفتاح ومفتاح، في مفتاح ابيض ومفتاح اسود، ده اسمه جود كونتينيويشن، اللي هو الاستمرار الجيد. طيب نيجي الكومون ريجونز، اللي هو الايه، المنطقه المشتركه. فبيقول لك العناصر داخل منطقه مشتركه ترى سويا. يعني انت عندك اربع ايه، دوائر هنا، لكن انا حطيت الاثنين دول في دايره، فانت بقول لك شايف ايه؟ الادراك بدون تركيز، تقول لي دايرتين جوه دايره كبيره ودايرتين بره. يعني الحاجات اللي موجوده في المنطقه المشتركه شفتها مع بعض. طب الكونكتد ناس، كونكتد ناس نفسه اربع دوائر اهي. هقول لك طب هنا شايفهم ازاي بقى؟ هتقول لي دايرتين ودايرتين. ليه؟ لان حطيت في هذه الحاله عنصر يربط الدايرتين دول هو الخط، وعنصر يربط الدايرتين دول. فشوف ازاي الادراك تاثر بالاتصال والارتباط، ان انا ربطت دول بخط ودول بخط. اقول لك حاجه ما تشرحش في النظري، انت اكتب العنوان واحفظه صم، واكتب تحتيه الرسم. صورة خير من مليون كلمة، هذا هو المثل الصيني. طيب نيجي الكومون فيت، اللي هو المصير المشترك. عارف زي ايه؟ دي بيستخدموها، يعني هديك مثالين، زي اللي هم الكوريوغرافرز، اللي هم بيصمموا الرقصات، مصمم الرقصات بيخلي يعني بيجعل من الراقصين بيحطهم في مجموعتين، مجموعة مثلا بتتحرك في اتجاه ومجموعة في اتجاه تاني، فانت ما بتشوفهمش كل واحد لوحده، ده الجستال، بتشوفهم مش كل راقص لوحده، بتشوف المجموعة اللي بتطلع كوحدة واحدة والمجموعة اللي بتنزل كوحدة واحدة، فبيطلع شكل جمالي. هقول لك حاجة ساعات بنعملها احنا من غير الكوريوغرافرز، اللي هو في الاستاد، لما تلاقي مجموعة من الناس ابتدت تقوم، بعدين المجموعة اللي جنبها تقعد، واللي بعديها تقوم، فيبان في شكل ويف، كأن في موجة ماشية في بين الجماهير في الاستاد، بنعملها بروحنا. طيب بقول لك مثال اخر، شوف الامثله كثيره جدا. الفلوكس اللي هو اسراب الطيور، طيور كثيره جدا، وفجاه تلاقي مجموعه كبيره ماشيه مع بعض ومجموعه ثانيه متفرقه. فانت المجموعه اللي ماشيه في مصير واحد مع بعض هي اللي بتاخد انتباهك، وكوحده واحده ما بتبصش لكل طائر على حده. ده اسمه الكومون فيت. نيجي السينكروني، سينكرونايز يعني ايه؟ يعني تناغم مع بعض. ايه هنا المثال بقى كالاتي بتاع التناغم، اللي هو السينكروني، اللي هي نمره 8، ان حضرتك شفت عربيه وقفت فجاه، دي بقى دي رؤيه، وفجاه في باب اتقفل، يعني صوت زي كراش، فتبص تلاقي المخ ربط ان العربيه دي اللي وقفت فجاه خبطت في حاجه، كأن حصل كراش. هو انت هنا عملت ايه؟ تناغم بين الشيئين، هو مجرد
تصادف، تناسق، ان ما رايت حدث في ذات الوقت لما سمعت. العربيه وقفت فجاه وحصلت وسمعت صوت كراش، اصطدام، فتهالك انها خبطت في حاجه مش هي اللي خبطت، انت شفتهم مع بعض. يبقى كل ده بيتبع الجستال لوز اللي هو قانون جستال، اللي هو يقول لك نحن نرى وجروب ايتمز وجروب اليمنتس، بنجمع العناصر، ودي بتحصل بصوره اوتوماتيكيه، وتكتب لنا الثمانية دول وبالرسومات دون الحاجة إلى أن تشرح أي شيء. هقولهم تاني في عجالة: proximity ومعناها التقارب، similarity التشابه، closure الإغلاق وهو يحدث في البصر والسمع، حتى في الكلام لو كلمة ضاع منها حتى التلفزيون قلت لما كان نور هينقطع ورجع، وبعدين الgood continuation الاستمرار الجيد، وبعدين الcommon regions اللي هي المنطقة المشتركة، وبعدين connectedness اللي هو قلنا الاتصال والارتباط، وبعدين common fate المصير المشترك، وبعدين synchrony اللي هو التناغم، عشان الناس اللي بتحب باللغة العربية. وأنا بقول حتى اللي باللغة الإنجليزية اكتب التعبيرات بالعربية، ده هيسهل إنك تفكرها. تالت حاجة في الفيجر هو perception of location and distance، اللي هو إدراك المكان إدراك المكان والأبعاد. طبعا لما تبقى الصورة 2D يعني فيها بعدين بس، تبقى سهلة قوي إنك تعرف إن ده to the right، ده to the left، ده up، ده down. إنما في الـ 3D pictures اللي هم الصور اللي بيبقى البعد التالت بقى من الدبث، ودي من رائع الخلق، برغم إن الصورة بتتكون على الرتنة على الشبكية اللي هي مسطحة، لكننا نرى بتقسيم رهيب الصور 3D. سبحان الله. هنا 3D بقى ده سببه ايه؟ تعال اقول لك سببه ايه 3D ده. احنا خدناه في الفيجن يا اولاد، فانا اقولهم لك بسرعة ايه الحاجات اللي بتديك 3D اللي هي الدبث. فعندنا الاوكلوجن اللي هو الاغلاق، بمعنى انا عاوز اديك مثال، يعني ازاي تعرف القريب من البعيد؟ اهي ان ال 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 الصوره القريبه بتغطي الصوره البعيده اللي هي الاوكلوجن اهي تحت بشاور عليها باللون الاحمر. طيب التشينج ان سايز التغير في الحجم، خلاص يعني الحاجه ده قلم اهو، وقلم الألم القريب بيبان كبير، الألم البعيد بيبان أصغر، يبقى ده الـ change in size، حتى محطوط فيها كده حاجة هنشيلها حالا. ثواني ثانية واحدة، معلش الورق بنعمله على عجلة وبنراجعه مع بعض. الـ change in size وبعدين الهايت ان فيجوال فيلد، انت عارف لما تبقى باصص من فوق على مجموعه عمارات اوطى من العماره اللي انت بتبص منها، هتلاقي الابعد يبان اعلى، ده اسمه الهايت ان فيجوال فيلد، الابعد اعلى. وبعدين رابعا الكلاريتي والكلر والشادو، طبعا الحاجات القريبه هتبان تفصيلاتها والوانها احسن، والظلال بتساعدك برضو. نيجي نمره خمسه التكشر جريدينت، اللي هي عارف يعني ايه التكشر جريدينت، عشان يعني نقولها بصوره يعني احسن. التكشر جريدينت يعني بنيه الحبيبات، يعني عارف التفصيلات، يعني هديها مثال اهو، بص مثلا صباعي ده وصباعي البعيد اهو، لا ده هنا الصوره بالعكس عشان الكاميرا مركزه في الورقه اكتر، انما انت فاهم ان الصوره القريبه بيبان دقائقها اكثر من الصوره البعيده، ده التكشر جريدينت. الباراليكس خدناها الباراليكس ومعناها الاتي، وفي اللينير برسبكتيف، فالباراليكس معناها التخاطل في اللغه العربيه، ومعناها اختلاف المنظر باختلاف مكانه، ودي قلتها انك انت لو
يعني انت ماشي راكب قطر وبتمشي، فالاشجار الاقرب بتبان بتتحرك عكس اتجاه القطار، والقمر البعيد جدا بيبان بيتحرك في نفس اتجاهك. حتى قلتها لما تبقى راكب سياره، قلتها حتى في مزاح، وجنبيك شخص بتحبه يعني ايا كان بقى ولد ولا بنت، فهو ماشي معاك، اللي قريب بتشوفه ماشي معاك، انما اللي بتشوفه ماشي عكس الاتجاه، القمر البعيد في عكس الاتجاه. تمام؟ يعني قولها تاني. يبقى راكب، خلينا نقول مثال اللي هو الصحيح، انه بتبص من نافذه قطار فبتلاحظ اعمده التلغراف او الاشجار اللي هي قريبه بتتحرك في عكس الاتجاه، بينما الاشجار البعيده او القمر بقى اللي هو بعيد جدا بيبدو ان ماشي معاك طول الرحله. يبقى الشجر بيتحرك بعيد، والقمر، واقصد القمر اللي في السماء، ما اقصدش القمر اللي هو يعني قاعد جنبك، القمر اللي في السماء بيتحرك في نفس الاتجاه. هذه الظاهره بيسموها باراليكس. خلاص، نيجي اللينير برسبكتيف. اللينير برسبكتيف اللي هي المنظور الخطي، اللي هي زي ما انا راسمها لك اهو. انت ده قضبان قطر، مفروض طبعا ان الخطين دول متوازيين، لكن في البعد بيبانوا بيلتقوا في نقطه، يبقى النقطه دي بعيده والنقطه دي قريبه. يبقى ده البرسبشن اوف 3 دي او الدبث. طيب نيجي بقى بعد كده يا اولاد الى البيرسونال فاكتورز. يبقى كانت اللي صعبه هي الفيجرال فاكتور، عشان نقولها تاني في عجاله. فالفيجرال فاكتور حطينا ثلاث عناوين اساسيه: العلاقه بين الشكل الرئيسي والخلفيه، الفيجر والجراوند، وبعدين الجروبينج اللي هو جوستال لوز، قوانين جوستال اللي اخدنا 8 وان هو ابتدى ب5، ان احنا بنشوف الاشياء مجتمعه، وبعدين البرسبشن اوف لوكيشن اند ديستانس، ان قلنا في ال 2 دي بتبقى سهله جدا، انما ال 3 دي اللي هو الدبث بيعتمد على اشياء كثيره قلناها حالا دلوقتي. نيجي بقى بيرسونال فاكتور، يبقى اللي بيحكم ادراكك مش بس الفيجر، البيرسونال كمان، المود، المزاج، الايموشنز. يعني بدي مثال، حضرتك حزين وشفت بوكي ورد، تتخيل ان ده مرتبط بجنازه، انما حضرتك فرحان وتشوف بوكي ورد يرتبط في ذهنك بفرح، يبقى المود بيأثر في إدراكك للأشياء. يعني وكلنا بنلاحظها في الحياة، حتى يعني واحد توصل قال تعقيب كده، نقول له مالك كده، يعني بتبص بنظرة مأساوية الأمور كده. نيجي الهابت أند فاميلياريتي، اللي هو التعود والمألوف. اقرا الكلمة دي، واحد يقول لي أناتومي، لا دي مش أناتومي، ناقصة إيه هنا؟ انما انت لانك متعود على كلمه اناتومي فقريتها اناتومي، ده الهابت والفاميلياريتي. نيجي الاستيتيك فاكتور، يعني المحببات، الحاجات اللي بنحبها. طبعا لما تمشي في الشارع يعني الحاجات الجميله بتسترعي الانتباه، اي شيء جميل تبص تلاقي كل الناس بتبص، وطبعا ما تفهمنيش خطا، انا اقصد سياره جميله، اقصد يعني أكلة جميلة، مش اللي في دماغك. فتملي الله جميل يحب الجمال، فإحنا كمان كبشر نحب الجمال. خلاص، انترس اللي هو الاهتمامات. مجموعة من الولاد والبنات دخلوا في مول معين، الولاد بيحبوا الأجهزة الكهربائية، فتلاقيهم اللي بيسترعي انتباههم في المول الأجهزة الكهربائية، هو ده الانترست بتاعهم. البنات بيحبوا اللبس، يبقى اللي يسترعي انتباههم هو اللبس. نيجي النيد، الاحتياج. مش يقول لك الجعان يحلم بسوق العيش، يعني أنت لو جعان ماشي في الشارع ما بتشوفش، بتدور على محل أكل عشان تاكل. عندك احساس في المول انك انت عاوز تمكتريت، كل دماغك مش شايف اي محلات، شايف الساين بتاع الواش روم اللي هو التواليت. يبقى النيت بيحكم. المنتال سيت اللي هو التهيؤ الذهني، ده بيحكم انت مهيئ لايه ذهنيا. فانا مثلا مهيئ ذهنيا
لاني اذاكر خلاص، يبقى ده هنا يبقى هبرسيف اي حاجه متعلقه بالمذاكره، مهيئ ذهنيا لصوت التليفون مستني مكالمه مهمه جدا، حتى لو جرس الباب ضرب ارفع سماعه التليفون. المنتال سيت ده اول سؤال في السيكولوجي مهم، اللي هو الفاكتورز افكتنج بيرسبشن، العوامل التي تؤثر في الادراك. اوعى تنسى، يا اما حاجه في المدرك اللي هو الفيجر، يا اما في المدرك اللي هو البيرسون، حاجه في اللي بشوفه وحاجه فيا انا. في الفيجر 3 وفي البيرسونز 6. في الفيجر العلاقه بين الشكل والخلفيه نمره 1، الجروبينج اللي هو جوستالوز، ان احنا بنجمع الاشياء في شكل واحد، وي تند تو جروب اليمنتس اوتوماتيكالي، واللي شرحناها في 8 نقاط. وبعدين نمره 3 البيرسبشن اوف لوكيشن اند ديستانس، هل 2 دي بتبقى سهل قوي رايت وليفت او فوق وتحت، انما 3 دي صعبه قلناها في ايه. بيرسونال فاكتورز قلنا في 6 حاجات. الادراك بيعتمد على المزاج، لو انا مزاجي حلو ادرك الزهره على انها سيمبل في حاجه حلوه، مزاجي وحش على انها سيمبل لحاجه وحشه. الهابيت والفاميلياريتي، التعود بتخلينا بنشوف كلمات كثيره ميس سبيلت مكتوبه بهجاء خطا نشوفها صح. الاثيتيك فاكتور، محببات، كل شيء جميل جميل بيسترعى انتباهنا، الجمال. الانترست، الاهتمامات، انا مهتم بايه، انترست في ايه، هو ده اللي بياخد انتباهي. وبعدين النيد، الاحتياجات، يعني الحاجه اللي انا محتاجها هي اللي بتاخد انتباهي، والمنتال سيت اللي هو التهيؤ الذهني. طيب نيجي بقى ناخد موضوع لطيف خالص، وهو صفحه، هناخد اللوحه ما قبل الاخيره اللي هي الفولتي او ابنورمال بيرسبشن، الادراك الخاطئ. فولتي اور ابنورمال بيرسبشن، الادراك الغير، اسف، الادراك غير الطبيعي. الصحيح في العربيه تقول غير الطبيعي، ما تقولش الغير، الغير في العربيه غلط. الادراك غير الطبيعي او الخاطئ، الفولتي. هندرس 3 امراض. اول حاجه كاموفلاج، اللي هو الاخفاء والتمويه. باي ديفينيشن، يعني ايه الاخفاء والتمويه كده بعربياتنا؟ يعني لا يمكن تمييز الشكل الرئيسي من الخلفيه. هيدنج فيجر، اخفاء الشكل الرئيسي في الخلفيه، ان بقى الفيجر غير مميز عن الباك جراوند. طب الاكزامبلز في الاخفاء والتمويه موجود في الطبيعه، بنقول الفراش يحاكي لون الزهور، فانت ما تاخدش بالك منه الا اذا اتحرك. الريبتايلز اللي هي الزواحف تحاكي لون الصخور، ربنا عاملها كبروتكتيف ميكانيزم لحيوانات كثيره في الطبيعه، ان ربنا خلاها تحاكي البيئه المحيطه بيها، فلا يمكن تمييزها، يبقى ده في النيتشر. احنا بقى استغلناه في الوار، في الحروب. السولجرز، الجنود، التروبس اللي هو المعدات، بنخفيها عشان العدو ما يشوفهاش. ازاي؟ بطرق كثيره. الاديشن، الاضافات، تلاقي حاطين دبابه كده وفوقيها شبكه عشان الطيارات من فوق ما ياخدش باله، ما انت بوظت الخطوط بتاعه الدبابه فمش شايفها. الامبيدنج، انك تزرع حاجه في وسط حاجات كتير فيبقى ما تاخدش الانتباه. وبقولها في مثال طريف، ان اب دخل على ابنه وهو بيشرب سجاير، والاب لا مش عاوز ابنه يشرب سجاير، وفجاه لقى الباب يتفتح وعلبه السجاير في ايده، يروح الابن رميها ما بين الكتب والحاجات دي، ويقف يكلم ابوه، ابوه يقعد يتكلم عادي، وعلبه السجاير قصاده على المكتب، بس مزروعه في وسط كتب وفي وسط اشياء كثيره فلم يمكنه ادراكها. ده يسموه امبيدنج، الزرع. وبعدين افويدنج كونتراست، يعني ان احنا ما يبقاش في كونتراست، يعني لا يعني لو واحد مثلا جندي بيحارب في الصحراء نلبسه اصفر، في الاحراش نلبسه اخضر، في القطب نلبسهم ابيض، يبقى ما يبقاش في كونتراست ما بين الفيجر، اهو صلحناها حتى، ما بين الفيجر وما بين الباك جراوند، افويدنج كونتراست. وبعدين سبريدنج، انت عارف لو مشوا كده في صفين العدو هيشوفهم، لكن حتى تلاقي القائد يقول انتشروا انتشروا عشان ما حدش ياخد باله منهم. يبقى ده اول حاجه. على فكره ده السؤال النظري الثاني، فولتي اور ابنورمال بيرسبشن، وما بيجوش الثلاثه مع بعض. انا هعدلكم الاسئله. يبقى اول سؤال كان الفاكتورز افكتنج بيرسبشن،
تاني سؤال نظري faulty or abnormal perception بيجي واحدة من الثلاثة أضعفهم اللي هي camouflage. طيب ننتقل للتانية اللي هي الإليوجن ومعناها الخداع. يعني ايه الإليوجن؟ هنشرحها في نقطتين definition. يعني ان يبقى abnormal perception ادراك خاطئ of an external stimulus ادراك خاطئ لمؤثر خارجي، في مؤثر خارجي بس ادركته بصوره خاطئه. ده بيعزى لخمس اسباب. نمره واحد physical causes اسباب طبيعيه، وبدي مثلين وانت عندك امثله زي ما انت عاوز. حضرتك لما تبص على صورتك في المرايه وتبعد انت عن المرايه بتشوف الايمج بيتحرك في الجهه الاخرى. طب ما ده خداع، الصورة بتتحرك على المرآة وليس خلف المرآة. يبقى الإيمج moves on the mirror not behind the mirror. يبقى ده خداع due to physical cause. أو حضرتك هتشرب قهوة سكرها مظبوط بس كلت قبلها حاجة حلوة، هتحس إن السكر ناقص، القهوة مرة. يبقى الكوفي after sweets هيتهيألك إنه إيه؟ إنه بيتر، إنه مر. يبقى ده أول نوع. تاني نوع illusion due to habit and familiarity، يبقى بسبب التعود والمألوف. ولسه قليل مثال إنك أنت بتقرأ الكلمة دي anatomy معناها هي مش anatomy ناقصة إيه، وهقول لك حتى تطبيق ليها جميل جدا. تصور السيكولوجي ده يا ما خدعنا بسببه. هما الناس اللي هما غشاشين فاهمين شوية سيكولوجي. هو مثلا كان في زمان او معرفش لحد دلوقتي موجود ولا لا ماركه اسمها اعتقد موجوده اسمها باناسونيك. خلاص باناسونيك كلمه طويله جدا، فانت تروح تلاقي مثلا جهاز تلفزيون مكتوب على باناسونيك بس الكلمه خطا، باناسونيك مش بانا ناقصه ايه، فتشتريها على انها باناسونيك ورخيصه. ترجع للراجل تقول له دي مش باناسونيك، يعني هو خدعك. أنا مالي، أنا ما كذبتش عليك، أنا ما كتبتلكش عليها باناسونيك. حضرتك اللي خدعت، اللي مش عارف تقرا الكلمة. أنا ما بعملش حاجة، أنا ما كتبتش باناسونيك وبعتها لك على إنها باناسونيك، أنا كاتب باناسونيك. فبقى وأنت بتشتري دقق في العلامات التجارية، ده حاجة مشهورة إن الناس تحط حاجة قريبة من العلامة التجارية، فأنت تتصور خطأ إنها نفس الحاجة الجيدة بسعر رخيص، وهي خداع. وتاني مثال قلنا وقلت الأمثلة أنت خد زي ما أنت عاوز، المهم العناوين تكتبها مظبوط. والأمثلة اختار أي مثال، إن كل الميس سبيلت ووردز اللي هم الكلمات ذات الهجاء الخاطئ بنقراها صح لأننا واخدين على الصح. set and expectancy اللي هو التهيؤ والتوقع، set and expectancy التهيؤ والتوقع. تمام، بمعنى حضرتك قاعد منتظر تليفون مهم قوي 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 جاي من شخص بتحبه قوي قوي قوي، وقاعد كده عمال في جيئة وذهابي تحوم حوالين التليفون مستني الجرس والميعاد قرب والجرس لسه ما جاش، وفجأة ضرب جرس الباب تروح رافع ايه سماعة التليفون. يبقى هنا انت خدعت ليه؟ بسبب التوقع والتهيؤ، set and expectancy. نيجي بقى نمرة أربعة، خداع بسبب unanalyzed total impression، يعني أخذ انطباع ذهني عام دون تحليل. unanalyzed يعني من غير ما تحلل، خدت انطباع عام. وأبسط مثال أرسمهمهم اللي هو ده، لما أقولك أي الخطين أطول بالإدراك هتقولي الخط اللي تحت أطول من الخط اللي فوق، وطبعا هما اتنين طول بعض بالظبط لو لاحظت، بس انا رسمت الدوائر هنا جوه والدوائر هنا بره. عارف اقول لك هنا معلومه حلوه قوي قوي، لو حضرتك ركزت كويس قوي وعرفت ان اللي تحت واللي فوق نفس الطول ده ما يبقاش ادراك، يبقى انتباه attention. لان قلت الفرق بين الادراك والانتباه، الادراك هو اول شيء ما تدركه دون انتباه without concentration، حاجه اوتوماتيك. لكن لو قعدت تبص وحللت وقلت الخطين طول بعض، يبقى احنا خرجنا من موضوع البرسبشن الى موضوع المحاضره القادمه وهو
الاتنشن الانتباه. فخد بالك اهو ده مثال جميل اهو تاخد بقى. انا بقى اعمل لك شويه رسومات جميله حتى عشان خلينا نتسلى شويه مع بعض. اولا عاوز اوريكم الصوره بتاعت الاخفاء والتمويه اللي قلناه قبل كده اهو، ده مثال معقد في الاخفاء والتمويه. ركز هنا هتلاقي انه ان في تعبان على الكنبه بس مش باين ليه، لانه بنفس صوره الكنبه اهي، هقربها يمكن تشوفها اهو، ده اخفاء وتمويه. طيب نيجي الخداع بقى اللي هو كان موضوعنا دلوقتي. بص هنا دي بقى رسمه رائعه مشهوره، خط A وB في جميع رسومات نفس الطول، بس دائما ابدا بيجي لك الانطباع ان خط A اطول من B. شايف الفرق في الرسمه؟ خط A اطول من B، خط A اطول من B، خط A اطول من B، خط A اطول من B. شوف كم طريقه الخداع. ليه؟ لانك خدت انطباع ذهني عام دون تحليل. وطبعا اختار دي اسهل رسمه برسمها او اختار اي واحده فيهم. انا اخدت لك حاجه اكثر تعقيدا. هنا البيست اللي هو الوحش ده بص بيجروا اتنين ورا بعض، دي صوره اكثر تعقيدا هي. تعال نشوف الانطباع العام ان ده كبير وده صغير. اقول لك حاجه، لو دققت كويس قوي هما اتنين نفس الحجم، بس الخلفيه هي اللي اديتك الانطباع ده. اهي دي صوره ضخمه من صور الخداع. يبقى شفت السيكولوجي في حاجات لطيفة جدا اهي في الخداع، ده حاجة جميل. واديك شايف في اطوال اللاينز دي كلها طول واحد. يبقى ده اسمه illusion due to unanalyzed total impression. طب اخر طريقة من طرق الخداع اللي هي الديجافو فينومينون، ظاهرة الرؤية المسبقة. حصل لنا كلنا يا ولاد. الفاميلياريتي اوف فيجوال نيتشر، انك انت حاسس ان الشيء اللي انت شايفه ده سين بيفور، شفته قبل كده. يعني حضرتك تشوف واحد تقول له انا شفتك قبل كده، وانت وبعد كده يتضح ان الراجل ده اول مره يجي المدينه اللي انت فيها عمرك ما شفته. او تدخل مكان وتقول احنا جيناه قبل كده، ويتضح ان المكان ده لسه فاتح من اسبوع، انت عمرك لا يمكن تكون جويته. ده يسموه كلمه مشتقه من الفرنسيه الرؤيه المسبقه، ظاهرة الرؤية المسبقة دي جافو فينومينون، خلاص اللي هي الفاميلياريتي اوف فيجوال نيتشر. دي بتحصل اكتر في الادوليسنس في المراهقين، وفي التمبرال لوب ابيليبسي الصرع بتاع الفص الصدغي. اشمعنى بقى التمبرال لوب؟ هقول لك، لان التمبرال لوب ده فيه مراكز زي ما قلنا في السنترال نيرف سيستم الذاكرة. فعشان كده اي خلل في التمبرال لوب بيبقى فيه خلل في الذاكره، بدليل الشخص ده اعتقد انه شاف حاجه وما شافهاش قبل كده. ده يسموه ديجافو فينومينون. وهنقول حتى انه من اكتر الحيوانات اللي عندها تسمع في السنترال نيرف سيستم اللي عندها الفص الصدغي كبير قوي اللي هو الافيال. عشان كده اقول لك ذاكره الافيال. ممكن الفيلة الأساسية اللي هي بتقود القطيع بتبقى فيلة مش فيل، تتذكر لأنه محتاجين كميات كبيرة من المية، مكان بيوديهم لمية ما مروش بيه من غير من 30 سنة، عندها قدرة على تذكره. تمبرال لوب كبير قوي في الأفيال. ده سؤال. احنا قلنا السؤال أول سؤال فاكتورز افكتنج بيرسبشن، تاني سؤال ابنورمال بيرسبشن، غالبا بيجي يا إليوجن يا الأهم الهلوسينيشن اللي هنجيلها دلوقتي. illusion، الإلوجن اللي هي مين؟ الخداع قلنا. الديفينيشن ان تخدع في external stimulus لخمس اسباب. تقعد بقى تراجعهم بالليل قبل ما تنام. physical causes habit and family، يبقى خداع لاسباب طبيعيه. وقلنا مثال زي الصوره على المرايه او القهوه بعد ما تاكل حاجه حلوه. وبعدين habit and familiarity اللي هو الهجاء الخاطئ لبعض الكلمات لا نلحظه. وبعدين التوقع والتهيؤ ان بترد على التليفون مع انه جرس الباب. وبعدين الانطباع العام بسبب عدم التحليل. وبعدين نمره خمسه ظاهره الرؤيه المسبقه. اشهر سؤال بيجي بقى في الحته دي اللي هو الهلوسه، الهلوسينيشن. الراجل بيقولها بطريقه فيها مزاح. قعد في مره كده يجي سؤال الهلوسينيشن ده كل سنه في السيكولوجي، لدرجة إن ابتدى بعض الطلبة من كتر ما تكرر 10 سنين سابقة أول ما يدخلوا قبل ما تيجي ورقة الأسئلة يبتدي يجاوب الهلوسينيشن. وهذا نوع من أنواع الهلوسة، لأن مفيش
مفيش external stimulus، مفيش سؤال أساسا. يبقى الهالوسينيشن by definition abnormal perception، إدراك خاطئ without external stimulus، بدون مؤثر خارجي، بدون مؤثر خارجي. يبقى الفرق في الإلوجن اللي هو الخداع، الإلوجن في external stimulus، خدعت فيه، شفته غلط، إنما هنا مفيش خالص external stimulus، ده الهلوسة. abnormal أو faulty perception without with no external stimulus. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الكوزس. في أربع أسباب طبيعية للهلوسة وأربع أسباب مرضية للهلوسة. نبتدي بالأسباب الطبيعية. normal. أول حاجة dreams وhypnosis اللي هو الأحلام وحالات التنويم. الأحلام مش عاوزة شرح. حضرتك في الأحلام بنشوف حاجات ونسمع أصوات وتحدث حوادث مش موجودة خالص، يبقى ده هلوسة، بس هلوسة طبيعية في الأحلام. إيه هيبنوزس حالات التنويم؟ لوحظ الآتي، كلنا مرينا بالحكاية دي، إنه أنت داخل في النوم أو لسه صاحي من النوم بيحصل لك حالة من حالات الهلوسة، بدليل واحد هو لما ينعس فجأة أو يصحى فجأة تتصل يقول احنا فين احنا فين، يعني لا يدرك ان هو كان فين، ان هو مش في بيته او في بيته، بيحصل حالة من حالات اللخبطة، مش قادر يدرك الحقيقة. نيجي سيفير ايموشنز، الانفعالات العنيفة، وهنا بدي بأعطي مثالين. ان في سيفير ايموشنز انا افتكر صديق توفي ابنه إلى رحمة الله، كان عنده 3 سنوات، ورحنا إلى العزاء بتاعه، وبعدين هو قاعد كل شوية يقول ابني بينادي عليه، ابني انتوا مش سامعينه. فالناس قالوا الراجل مخه اتلحس. لا ما اتلحس، ده نورمال، انه مع السيفير ايموشنز الانفعال الرهيب لفقدان الطفل ده بيسمع صوته، هو سامع صوته فعلا. واقول لكم معلومة جميلة قوي حتى الاشخاص العاديين اللي بيسمعوني في سايكولوجي، هذه الظاهرة لما يموت عليك شخص غالي بتستمر لمدة 6 شهور، يحصل لك هلوسة انك انت سامع صوته، انت سامع وقع اقدامه جوه الأوضة، بتزول بعد 6 شهور. لها طب تفسير اخر في السيفير ايموشن، اقول لك قصة اخرى. لاعب بيتدرب للأولمبياد، ثم حانت بقى اللحظة بعد التدريب لمدة سنوات، خلاص بقى الأولمبياد هيشتغل، واقف على خط البداية ومستني خلاص اللحظة اللي مترقبها واستعدلها بقاله 5 سنين. حانت اللحظة أو 4 سنين، خلاص مستني الستارتنج سيجنال، إشارة البدء. فتلاقي بعض اللاعبين لسه البيستول شوت اللي هي ضربة الرصاصة ما حصلتش، ابتدى هو يجري لوحده، بيبقى فعلا سمعها. ده مع السيفير ايموشنز، انفعال بيتهيأله انه سمع طلقة البداية وابتدى يجري. سيفير ايموشن شيء طبيعي. فنعيدها تاني، طبعا ذكرها تاني بيرموه برا، مش هيبوظلنا المسابقة. stimulation of sense organs خدناها قبل كده، فاكر قلناها في السنترال نيرف سيستم، اوريك النجوم في عز الظهر، لما واحد يدوله لكمة في عينه يلاقي الدنيا بتنور، اللي هو المولرز لو، ان الريسبتور بيدي احساس واحد وان اختلف المؤثر. الريسبتور رودز وكونز تدي احساس ضوء، تديها ضوء تشوف ضوء، تديها لكمة ميكانيكال برضو تشوف ضوء. لو في واكس في ودنك، في شمع في ودنك، تلاقي ودنك بتصفر مفيش صوت، يبقى ده stimulation of sense organ، شيء طبيعي. نيجي نمرة 4، sensory deprivation، الحرمان من المؤثرات الحسية. دي تجربة عملوها على فكرة، لقوا انك انت لو حرمت شخص من كل ال الإشارات الحسية، يعني قعدته في أوضة totally soundproof، سمع ولا صوت، ضلمة تماما ما فيهاش أي ضوء، إيه لو حاول يصرخ الجدران بتمتص صوته مش هيسمع أي noises، in 15 minutes بيحصل لهم هلوسة، معظم الناس في 15 دقيقة يجي لهم هلوسة. تجربة مشهورة اسمها الحرمان من المؤثرات الحسية، sensory deprivation، وبيستخدموها طبعا في ايه دي، عشان يعني ده بنعملها ليه، لما يكون واحد بدل ما يعذبوه عشان يعني يستجوبوه مش راضي في يعني اثروه، مش راضي يقول على حقائق معينه وعاوزين يستجوبوه بس بطريقه كده شيك، بدل ما يتضرب
ويروح لحقوق الانسان يقولوا ضربوني عشان خاطر ياخدوا مني المعلومات، يعملوا له تجربه السنسوري بريفيشن دي. يبقى اربع اسباب طبيعيه. تعالى اربع اسباب تانية باثولوجيكال غير طبيعيه. اول حاجه السايكوزيس اللي هو الجنون. وانا عاوز اقول لكم حاجه لطيفه قوي، احنا الامراض النفسيه نوعان، في نوعين من الامراض النفسيه، في عصاب وفي جنون. نيروزيس ده العصاب، ده مرض عقلي خفيف، وفي سايكوزيس اللي هو الجنون، مرض عقلي ضخم. ازاي نقول ان المريض ده عنده عصاب نيروزيس حاجه خفيفه زي الدبريشن الاكتئاب زي النيروزيس التوتر، ولا عنده سايكوزيس زي السكيزوفرينيا اللي هو زي انفصام الشخصيه؟ احد الحاجات المهمه جدا الهلوسه. خلاص، لو عنده هلوسه يبقى ده سايكوزيس مش نيروزيس. وان كان عشان للدقه العلميه في بعض انواع الدبريشن بيبقى معاها هلوسه، عشان نبقى يعني العلم بيقوله مظبوط، انما عموما الهلوسه سمه من سمات الجنون السايكوزيس اللي هي الامراض العقليه الاعنف. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه مرضيه اورجانيك برين ليجن، في ورم في المخ بيستثير سنسور الى معاناه، فيديك الاحساس بقى اذا كانت الفيجوال اريا بقى تشوف، اذا كان اوديتوري اريا تسمع، اذا كان اولفاكتوري اريا تشم بسبب مرض. خلاص، يسموها ديليريوم، يعني هزيان، بيتصور حاجات ملهاش وجود، ديليريوم يعني هزيان. طب نمره ثلاثه تمبرال لوب ايبيليبسي، لان قلنا ان التمبرال لوب اللي هو الفص الصدغي ده بتاع الذاكره، فممكن لو في صرع يديك هلوسه. خد بالك خدناه لو قبل كده كان بيدي خداع الوجن مع الديجيفو فينومينون، يبقى الاثنين تمبرال لوب. نمره اربعه اللي هو هلوسوجينكس اللي هو عقاقير الهلوسه، عقاقير الهلوسه كلنا عارفينها، مليانه بقى عقاقير الهلوسه. ده اول عقار الهلوسه كان ال اس دي، ليسيرجيك اسيد داي ثالامايد. عقاقير الهلوسه بتعمل هلوسه، واقول لك من اشهر عقاقير الهلوسه اللي هي يعني خفيفه اللي هو الحشيش. فالهلوسيجينيك عقاقير الهلوسه بتعمل هلوسه، وكانوا بيقولوا كده نكته صغيره عشان يوضحوا جوك صغيره، ايه الفرق بين الحشيش اللي هو عقار هلوسه وبين الافيون اللي هو المورفين وبين الالكوليكس، كل واحد تاثيره ايه على الشخص اللي بيتعاطى الحاجه الوحشه دي. فالجوك كانت بتقول ان في ثلاثه، واحد بيتعاطى الكوليكس كحليات، والتاني بيتعاطى افيون، والتالت بيتعاطى الحشيش، هما الاثنين ساكنين مع بعض في اوضه واحده، ونسيوا بعد ما نزلوا كل واحد تعاطى لتعاطاه، اكتشفوا ان هما نسوا المفتاح في الشقه، ما معهمش مفتاح يفتحه، فكل واحد بيتصرف كما يمليه عليه العقار. فبتاع الالكوليكس بيبقى عندهم اجريشن سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، قال نكسر الباب، يعني ده رؤيته لفتح الحكايه. بتاع الافيون بيبقى عندهم جبن شديد جدا، عشان كده حتى اصحاب التريلات الكبيره يحب سواق النقل ياخد سنه افيون عشان يبقى جبان فيحافظ على العربيه، يعني انبسط ان السواق بتاعه ياخد سنه افيون كده. فبتاع الافيون قال نبات في الشارع، ده رؤيته. ده بتاع الحشيش ده عقارها الواسع، بص كده في خرم الباب قال الله واسع اهو بندخل من هنا، هلوسه الحشيش. في ال اس دي اللي هو من ضمن عقاقير الهلوسه، عارف ازاي اكتشفوه؟ اللي هو اساسا العقار ده ضد السيروتونين، انتي سيروتونين، يعني ضد ماده السيروتونين اساسا. ان هم وهم بيعملوا الابحاث عليه عملوا حفله، نسي احد الناس اللي بيشتغل يغسل ايديه، وابتدى ياكل الطعام قطع الجاتوه وهو في ايده في ال اس دي، فلاحظ حدوث الهلوسه، وبتبقى هلوسه يعني ضخمه جدا بالال اس دي ده، يعني تبص تلاقي مثلا ايه فارد ايده كده، وبعدين يقول لك ما تيجي نمشي مع بعض كده نروح لحد ايدي، وياخدك تحت كتفه وماشيين رايحين لايده انت، او يقف في البلكونه في الدور السادس تاكسي ويروح نازل له، ما فيش هلوسه بقى، ما فيش تقدير لاي شيء. دي عقير الهلوسه. طب النقطه الثالثه في سؤال الهلوسه، وهو واحد من اشهر الاسئله اللي بتيجي في السايكولوجي، تايبس اوف هلوسينيشنز.
أنا أقول لك طريقة سهلة، هي متعلقة بالإحساسات الخمسة اللي عندنا، الحواس الخمسة. يبقى فيها الوسب بصرية فيجوال، سمعية أوديتوري، شمية أولفاكتوري، في التذوق جستاتوري يسموها، في التذوق في التيست، أو في التاتش تاكتايل. يبقى ده سؤال الهلوسة. يبقى تاني، إيه الفرق بين الهلوسة والإلوجن؟ دول أشهر سؤالين في السؤال التاني. الإلوجن الخداع ما فيش في إكسترنال ستيمولس، إنك بتخدع في إكسترنال ستيمولس، faulty perception, abnormal perception of an external stimulus. إنما الهلوسينيشن abnormal perception without external stimulus. وقلنا هنا كان في خمس أسباب للإلوجن، إنما في الهلوسة قلنا بنقسمهم أربعة normal وأربعة طبيعيين وأربعة مرضيين pathological، وقلناهم وفصصناهم بطريقة جميلة. ثم النقطة الثالثة بقى في الهلوسة اللي بتقولها، اوعى تنساها، اللي بتنسوها وبتنقصوا نمرة، التايبس اوف هلوسينيشنز، ان في سبيشال متعلقة بالفايف سبيشال سينسز، اللي هي سمعية، بصرية، شمية، في التذوق، وفي اللمس. طيب نيجي ناخد اللوحة الأخيرة ونقفل بكده. السؤال الثالث اللي هو الست اللي هو معناها الآتي، التهيؤ. ست يعني أنا مهيأ. فده سؤال مهم جدا، سؤال رقم ثلاثة. By definition the person is prepared، يعني مهيأ، معد to a stimulus and response، مهيأ لمؤثر واستجابة. يبقى ده definition. يبقى ما هو الست؟ التهيؤ، مهيأ لشيئين، المؤثر والاستجابة. طب في كم نوع من التهيؤ؟ في خمس انواع، 5 تايبس. انا اقول لك طريقة لطيفة عشان تفتكرهم. افتكر الرانر المتسابق عنده ثلاثة من الخمسة. اول حاجة preparatory set، يعني تهيؤ تحضيري، بقاله قبل الاولمبياد كده او قبل كاس العالم في كرة القدم عمال يجري يستعد ويلعب مباريات تهيؤا اعدادا للاولمبياد او لكاس العالم. يبقى ده يسموه preparatory set، التهيؤ التحضيري. نيجي set to start او set of start، تهيؤ للبدايه. حانت اللحظه وقلت كل المتسابقين واقفين على خط البدايه، مثلا لو كان رانرز هيجروا وكلهم مستنين مؤثر واحد وهو الستارتنج سيجنال اللي هو البيستول شوت، يعني مش مهيئين لحاجه واحده، لمؤثر واحد وهو اشاره البدء، واستجابه واحده وهي الجري، مفيش استجابه ثانيه. عشان كده بنقول في الديفينيشن the person is prepared to a stimulus اللي هو هنا اشاره البدء، وريسبونس انه يجري. وخدنا ساعات من ضمن انواع الهلوسه انه يبتدي يجري وهو الرصاصه ما اتضربتش خالص، ما حصلش هذا الكلام على الاطلاق. طيب set to continue، يعني once ضربوا إشارة البات فهو يقعد يجري إلى أن يصل إلى خط النهاية. يبقى الريسبونس مش هيقف غير في خط النهاية، ما ينفعش وهو بيجري مش مهيئ لأي حاجة تاني غير أنه يخلص سباق، إن حضرتك تقول له شد عليك يا عابد فيتلفت لك يقول لك حاضر، ما فيش العابد ده، ما بيسمعكش خالص، هو مش مهيئ غير لأنه ينهي السباق. يبقى الرانر اداك ثلاثة اهو، تهيؤ تحضيري، تهيؤ للبداية، تهيؤ للاستمرارية. طب نيجي للستودنتس اللي هو حضرتك بقى، mental set، انت مهيئ للمذاكرة. بمعنى هيجي واحد صاحبك يفوت عليك يقول لك انا تعالى اخرج معايا نتمشى ولا نروح سينما ولا بتاع، لو انت طالب كويس وجيت تقول له انا اسف انا بعد محاضرة السيكولوجي مهيئ، عاوز اقراها بقى كده واستوعبها، انا حبيت السيكولوجي مش هقدر اروح معاك. ليه؟ لانك انت عندك يعني معد ذهنيا للمذاكره، ده اسمه منتال سيت. طبعا عاوز اقول لكم حاجه بس مش عاوز اعقد الكلام لان عارف محدش هيسالكم فيه. المنتال سيت هنا شرحها الحقيقه اعقب من ذلك. بيقول لك حسب المنتال سيت بيبقى ريسبونس صحيح او خاطئ، وبيدوا مثال سهل كلنا عارفينه. فيقول لك طائره امريكيه
بتحمل ركابا كنديين. الطائرة دي كراشت يعني في المياه الدولية، لا تبع أمريكا ولا تبع كندا. أين يدفن الأحياء؟ فهنا يوجد نوعان من التهيؤ الذهني. لو حضرتك ركزت في القضية القانونية، هو طب هم في طيارة أمريكاني يدفنوا في أمريكا ولا عشان كنديين يدفنوا في كندا؟ أهو ده تهيؤ ذهني خاطئ، إنك ركزت في الناحية القانونية، المنتال سيت راح للناحية القانونية. بينما واحد تاني قال لك الأحياء لا يدفنون، أنت بتقول السرفايفلز يدفنوا فين؟ فشفت إزاي المنتال سيت ممكن يؤدي لشيء صحيح وممكن يؤدي لشيء خاطئ، بس ما تكتبش الكلام ده، بتكتب منتال سيت وخلاص. انما انا بشرح لكم ازاي بتتشرح الحاجات دي. نيجي النوع الخامس اللي هو السينجر سيتويشنال سيت، اللي هو التهيؤ المكاني، اللي هي بنقولها حتى في عربياتنا لكل مقام مقال، يعني مش اي حاجه تتقال في اي حته. لما تقف وسط الصعاليك تقول اي حاجه، لما تقف في حضرة الملوك نفس الشخص تتكلم بتهزه. وبيدوا مثال زي يقول لك ايه، مثلا السينجر هو المغني، لما بيغني في الثياتر على الستيج بيراعي مقاطع الالفاظ كويس قوي، انما لما يغني في الباثروم وبياخد شاور وبياخد دوش كلنا ما تعرفش كده، يحصل حالة من الهبل والعبط والتجعير. يبقى هنا الأداء مرتبط بالمكان، situational set، التهيؤ المكاني في المسرح. السينجر on the stage on a theater performs in a different way لما يكون بياخد شاور. ودي زي ما بقول احنا التهيؤ المكاني بنبقى قاعدين نضحك مع بعض ورايحين نعزي في قريب احد الزملاء، اول ما قربنا بقى من المكان اللي فيه الجناز وهنعزل كل واحد وصل كده ظبط كرافتته وحط على وجهه كده يعني الخشوع ودخل بتهزه، مع ان كنا بنضحك من شويه. يبقى ده تهيؤ مكاني. يبقى ما هو السيت؟ ده سؤال سهل جدا، يبقى حظكم لو جه ان البيرسون از بريبيرد، معد لمؤثر معين واستجابه معينه. طب ما هو الانواع؟ خمسه، نحفظهم ازاي؟ 3-1-1 بريباراتوري سيت، التهيؤ التحضيري، set to start التهيؤ البداية، set to continue التهيؤ الاستمرارية. بعدين الستودنت اللي هو المنتال سيت، وقلت لك ازاي انه قد يقود الى صح وخطأ وما تكتبش الكلام ده. وبعدين سينجر اللي هو الستيوشنال سيت. سؤال اخير النهاردة يا اولاد، اللي هو reaction time، اللي هو زمن الاستجابة في عربياتنا للناس اللي بتحب الترجمة، زمن الاستجابة او زمن رد الفعل بمعنى تانية. ده ايه اهميته في السيكولوجي؟ ان هو بيقيس السبيد اوف منتال بروسيسنج، بيقيس سرعه التحضيرات العقليه. فباي ديفينيشن ما هو رياكشن تايم؟ هو التايم، هو الزمن، تايم بتوين ما بين شيئين، ستيمولس المؤثر وريسبونس الاستجابه. يبقى رياكشن تايم هو الزمن بين المؤثر والاستجابه، الزمن بين المؤثر والاستجابه. طيب في كم نوع من رياكشن تايم؟ يوجد في الرياكشن تايم، عندنا في الرياكشن تايم 3 انواع. اول حاجه سمبل رياكشن تايم، يعني بسيط. هنا بقى شوف جمل مهمه جدا انا اخترت لك في هذا الملخص اللي انت هتحفظ منه الاساس وهتحط الحواشي اي كلام بقى، اللي بتحط اي مثال اي حاجه، بس ده بسميه السكيلتون بتاع الموضوع. في السمبل رياكشن تايم الشخص هو الزمن ما بين سنجل نون ستيمولس اند سنجل نون ريسبونس. سنجل نون يبقى كل كلمه عليها نمره، سنجل نون مؤثر واحد معروف واستجابه واحده معروفه. سنجل نون ستيمولس and single known response. واحسن مثال هو ايه؟ traffic lights اللي هو اشارات المرور، اللي هي فقط المعلومات العامة. اول دولة عملت اشارات المرور هي كندا، عشان كده هم بارعين جدا وهم اللي بيطوروا اشارات المرور بطريقة رهيبة.
ففي إشارة المرور حضرتك مستني حاجة واحدة وانت واقف، اللون الأخضر هتمشي، يبقى مستني حاجة واحدة لون أخضر وعارف استجابة واحدة انك هتمشي. بالعكس وانت سايق وانت ماشي وبتبص لإشارة المرور مستني حاجة واحدة لون أحمر تقف، يبقى سنجل نون ستيمولس اللي هو اللون الأحمر وسنجل نون ريسبونس انك تدوس فرامل. أو ممكن اخدها بطريقة تانية، ان العسكري هيصفر هتبتدي تمشي. من الحاجات الرائعة يا اولاد ان لقوا ان السمبل رياكشن تايم في حالة السمع بيبقى اقصر من حالة الرؤية. يعني لو انت اشارة مرور هتشوف اخضر واحمر، الاستجابة هتبقى بعد 18 من 100 من الثانية، انما في حالة الساوندز بتبقى 14 من 100 من الساوندز من السكند. خلاص يبقى في اللايت 18 من 100 من السكند، في الساوند 14 من 100 من السكند. مع ان يا اولاد انا عاوزكم تاخدوا بالكم من حاجه، ان سرعه الضوء اكثر بما لا يقارن 300 الف كيلومتر في الثانيه من سرعه الصوت اللي هو 300 وشويه متر في الثانيه. سبحان الله. يبقى شوفوا ربنا هنا قدم السمع على البصر، خلى الاستجابة للسمع أسرع من الاستجابة للمرئي. وبعدين عاوز أقول لك حاجة، يعني لما عسكري المرور يصفر الاستجابة بتاعتك أهو صوت، هيبقى أسرع من لما لو كان هو مفيش ما بيصفرش ومستني أنت الضوء الأخضر عشان تمشي. هنا لقوها فين وده ما عليكش ما تكتبوش، لو ان البروسيسنج بتاع السمع اسرع من البروسيسنج بتاع الفيجن، وده قصد الهي برغم ان الضوء اسرع بما لا يقارن من سرعه الصوت. طيب واقول لكم حاجه، تطبيق جميل برضو ما تكتبوش هنا. احنا قلنا ايه اهميه الرياكشن تايم ده؟ انه بيبين لي السبيد بتاع المينتال بروسيسنج، سرعه التحضيرات العقليه. لقوا ان عدد من الرانرز اللي بيفوزوا بسباق 100 متر فازوا مش لان هم اسرع، امال ايه؟ ما انت عارف بيبقى الفروق جزء من الثانيه، ان هم الرياكشن تايم يعني الزمن ما بين الستارتنج سيجنال ما بين صوت المسدس البيستول شوت وبدايه الجري عندهم اقل. يعني هو بيبتدي الجري بعد زمن اقل بجزء من الثانيه من زميله برغم ان هو مش اسرع بيفوز بالسباق. يعني هو السباق هنا هو فاز بيه، شوف الجمله دي جميله قوي، مش فيزيكالي، مش هو اسرع عضلاته اقوى، منتالي زمن الاستجابه بتاعه في السمبل رياكشن تايم اقل. وده مثال اهو برضو للسمبل رياكشن تايم اللي هو زي الرانر خلاص مستنين ايه؟ بيستول شوت وايه الريسبونس؟ هيجروا التايم ما بينهم. ان لقوا ان عدد من المتسابقين اللي بيفوزوا ليس بسبب ان هم اقوياء فيزيكالي عضلاتهم اقوى، انما المينتال بروسيس بتاعتهم احسن، بيستجيبوا اسرع بجزء من الثانيه، هي دي اللي بيفوزوا بيها. نيجي التشويس رياكشن تايم، من اسمها يعني رد الفعل الاختياري. سمبل البسيط، البسيط ليه بسيط؟ افتكرها الاس مع الاس في السمبل، ان في السمبل بحرف الاس سنجل نون ستيمولس وسنجل نون ريسبونس، انما التشويس اللي هو الاختياري ديفرنت نون، ما هو بتختار بين اشياء كتيره، ديفرنت نون ستيمولاي وديفرنت نون ريسبونسز. خلاص طبعا هنا بتاخد وقت اطول شويه بقى لانك انت بتختار. احسن مثال ايه يا اولاد؟ اللي هو التنس، لان في التنس انت عندك خمس مؤثرات وهتختار خمسة من الريسبونس. لو الكرة جات لك من اليمين بتاخد بالمضرب بالطريقة دي، جات لك من الشمال بتاخد بوش المضرب. خلاص؟ وبعدين جات لك من فوق المضرب كده، جات لك من تحت كده طلع بره ما بتتحركش. يبقى في خمس احتمالات وخمسة ريسبونس. يبقى ده يسموه تشويس رياكشن. طبعًا لما يبقى في أكتر من احتمال هياخد وقت أطول من احتمال واحد. عشان كده هنزود 10 من 100 من السكند عشان تحفظها بطريقه لطيفه. يعني هناك كان عندي 14 من 100 من السكند و 18 من 100 من السكند في السيمبل، هنا هيبقى 24 من 100 من السكند و 28 من 100 من السكند. خلاص؟ ومره اخرى تصور الساوندز الاستجابه للصوتيات
اكتر من استجابه لللايتس، يعني مع ان الساوندز ابطا من اللايت. قلت ليه؟ لان عمليه البروسيسنج نفسها في الودن اسرع من العين، وده تميز ربنا عمله للسمع على البصر. يبقى هنا 24% من السكن، هنا 28% من السكن في حاله اللايت. واحسن مثال قلت له هتديه هنا ترافيك لايت، واحسن مثال هنا التلس. لكن في امثله اخرى ودرسوا هذه الحاجات بطريقه جميله قوي. يعني لمبتين مثلا احمر واخضر، ويقول لك لو 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 اللمبه الخضراء اشتغلت دوس على البوتوم ده، لو الحمراء دوس على البوتوم ده. يبقى هنا انت مستني حاجتين وفي استجابتين. ودرسوا ممكن بالصوت ممكن بالرؤيه. عارف الموضوع معقد بس مش هتكتبه. ضمن الحاجات اللي بتتحكم اللي هو الدوميننت هاند، يعني الاستجابه طبعا لو هتعملها بالدوميننت هاند اللي هي الايد اليمين بتبقى احسن من الاستجابه بالايد الشمال. يعني الموضوع بس الزمن ده مش بيعتمد فقط على المينتال بروسيسنج، هنا بيعتمد على الاستجابه بانهي جزء في جسمك، هل الدوميننت ولا النون دوميننت. ما تكتبوش الكلام ده بس عشان اوريكم التجارب دي درسوها بعنايه شديده عشان يعملوا لها ابلكيشنز، تطبيقات في الحياه رائعه. طيب اخر نوع واخر حاجه نقولها في الرياكشن تايم اللي هو الاسوشيتيف رياكشن تايم، يعني رد الفعل المرتبط. ان هنا الشخص يعلم طبيعه المؤثر، النيتشر اوف ذا ستيمولس اند نوت ذا سبيسيفيتي، وليست ماهيه المؤثر. يبقى يعلم طبيعه عشان الناس اللي بتترجم وهتكتب عربي، وليست ماهية المؤثر. يعني هديك مثال للاسوشيتيف رياكشن تايم زي الماثيماتيكال بروبلمز، مسألة حسابية. فأنا أقول لك مسألة ده الاستيمولس، وحضرتك هتقول إجابة ده ريسبونس. فأنت ما أنتش عارف المسألة، إنما عارف إن في مسألة، لا تعرف ماهية المسألة، لكن عارف إن الموضوع سباق في مسألة. فقلت لك مثلا، وهنا بحب أنتهي فيها في مزاح، 14 11 بكام؟ هتقول لي 154. أنا عاوز أقول لك حاجة لطيفة، أي رقم مضروب في 11، 14 في 11 حاصل الضرب ثلاث أرقام، الرقمين اللي هو 14 في 11، الرقم اللي في النص هو مجموعهم، يعني تحط خمسة. يبقى 14 في 11 تساوي 154. طب لو قلت 14 في 17 تبقى 187 على طول، حط مجموعهم ما بينهم اهي 187. خلاص اديني علمتك حاجه لطيفه. يبقى اي رقمين يتضربوا في 11 الناتج هو ثلاث ارقام، الرقم الجديد اللي هو باللون الاحمر هو حاصل جمع الاثنين اللي حواليه. يبقى 11 في 14 154، في 17 يبقى 187، في 16 يبقى 176، وهكذا في 13 يبقى 143 and so on. دي اللي هي المنت اللي هو الهيومن كالكوليتور. وعلى فكره انا عندي طرق لطيفه جدا، ممكن تضرب ثلاث اعداد في ثلاث اعداد وتطلع الناتج صار 3 في 3، يعني 100 مثلا و17 في 223 تطلع الناتج في سطر واحد. وفاكر كنت مع يعني حفيدي عشان خاطر يعني يبين لابويه ان هو شاطر، علمته الطريقه عشان يبهرهم، لان هم يعني ابوه راجل في الحسابات رهيب يعني في بوزيشن كويس. بس قلت له عشان تفهم ان انت كويس، وفي مره من المرات نبقى نعملها للمزاح ازاي الهيومن كالكوليتور، ازاي تستخدم عقلك في حل المسائل الحسابيه بدون كالكوليشن. ودي اديتكم حاجه بسيطه، لاي رقمين في 11 هي عباره الناتج ثلاث ارقام، الرقم الجديد اللي في النص هو مجموع حاصل رقمين. 11 في 100، 11 في 18 يبقى 198، 11 في 17 يبقى 187 and so on. ده الاسوشيتيف رياكشن تايم. يبقى رياكشن تايم بيقيس السبيد اوف منتال بروسيسنج، هو الزمن بين المؤثر ستيمولس والاستجابه ريسبونس. ويوجد ثلاث انواع، سمبل رياكشن تايم، واهم كلمه هنا سنجل نون ستيمولس وسنجل نون ريسبونس. انما التشويس ديفرنت نون، يعني في تشويس اختياري ستيمولاي وديفرنت نون ريسبونسز. وقلت ان تملي، ودي حاجه قلتها بطريقه جميله عشان لما بتحس العدد بتفتكره، ان في الساوندز
ربنا السمع البروسيسنج بتاع السمع ربنا خلاه أفضل من البصر، مع إن الضوء أسرع من الصوت. فهنا 14 و18 من 100 من السكند، هنا زود 10 يبقى 24 28 100 من السكند. أما الأسوشيتيف ريأكشن تايم فأنت تعلم النيتشر ولكنك لا تعلم السبيسيفيتي، تعلم طبيعة ولا تعلم خصوصية أو ماهية المؤثر. ده السؤال الرابع. يبقى خدنا في هذه المحاضرة، طبعا ضيعنا وقت مش هنعيده تاني، ان احنا قلنا المقدمة بتاعت السيكولوجي عشان تحب علم السيكولوجي، وان كان النهاردة احنا ما دخلناش بعمق في الليرنينج والميموري والاي كيو والحاجات والثينكينج والحاجات الجميلة والبرسوناليتي والديفنس ميكانيزم والديفلوبمنتال، كل ده لسه دي جاست مقدمة المحاضرة دي. لكن بعيد تاني ولا اكل، لكن مش هقول مرة الجاية، ان كيف تذاكر السيكولوجي. المهم النقاط الأساسية، المهم السكيلتون تبقى عارف النقط كلها، العناوين مظبوطة، التفصيلات اكتب المثل اللي أنا بقوله التفصيل في دماغك بأي أسلوب، إنما سوف تحاسب على العناوين الأساسية على الهيكل. وقلت ما تديش السيكولوجي وقت خاص زي المواد اللي عندك، انت اعمل ملخصك بنفسك أو خد الملخص اللي عامله العبد الله، وكل يوم مش هتاخد بليف من الاربع ورقات اللي قلتناها مور دان كورتر اوف ان اور، ربع ساعه تقراها مره ومره ومره، لانه في اسئله زي ما قلت في البرسبشن والاتنشن بيتدخلها سويا، ان هما الاثنين بيعتمدوا على حاجه في الفيجر وحاجه في البيرسون. بس ايه الفرق؟ ان في الادراك بدون تركيز، لكن لو ركزت في كلمه اناتومي قلت الله لا دي مش اناتومي دي ناقصه، يبقى هذا هو انتباه. أن تدرك بدون تركيز، وده بيستخدم في الخداع، هذا إدراك، إنما تركز هذا انتباه. فأدعوكم لما تشتروا حاجات تستخدموا أنهي بقى ميكانيزم، ليس الإدراك وإنما الانتباه، تقروا العلامة التجارية مظبوط، ما تاخدهاش من غير تركيز، يبقى ده perception هينتهي بإلوجن بخداع، خليك منتبه عشان محدش يخدعك. بأشكركم على حسن إنصاتكم، وأتمنى أكون أفدتكم وألقاكم على خير قريبا بإذن الله. شكرا، أشكركم.